السلام عليكم الزول، هذه فيديو ريبونس للجابا. دروكا نروحو نسمعو واش قالنا، نعاودو واش هدرنا جابا. تبعو مليح لي دات، تبع لي دات باش تعرف بلي الحلم تاعنا صحيحة. هيا راك تشوفو لهنا لا دات لو 28 ديسمبر. بغي نسقسي كيف انت ضد بنزيره والوعي تاعك عند يوم عند بنزيره؟ هذوك الخرافه ديال بنزيره شي نهضروا احنا قبل ما يهضروا بنزيره، احنا هضرنا عليهم ديك. احنا من بعد نشوف كل شيء في المنام، بعد ندير لك معلومه. نعطيك معلومه، انا نعطيك معلومه. لا تعطي كل شيء بلي شي نهضروا احنا بعد يهضروا بنزيره. انا سي كابا يقول بلي احنا رانا نجيبوا المعلومات بعد بنزيره. دوك نروح نشوف ونديروا ان اكزومبل مثل 2 جانفي 2024 دير فيديو، نروح نشوف تراه لا فيديو هذه ونشوفوا هذه الهضره هذه هضرناها احنا ولا ما هضرناهاش. داكور، راه نروح نسمعها. لكن هؤلاء القطط جماعه كمال الكانيش ومن معه، كانيش وعبد الحميد غريس ولشخام وجماعه والكا وسمو هذا قرميط برويره وواسيني، داروا ارضيه لتحطيم المجتمع. واحد يسال يقول ابن زديره وهذا يعني عباقره لهذه الدرجه انهم يخطوا كذا كذا؟ لا، هؤلاء أدوات. المخطط الرئيسي الزعيم لا نعرفه، مقره أبو ظبي. المخطط الزعيم استراتيج لا نعرفه، ما اسموش قويدر ولا بن علي، ممكن اسمه أولمرت، ممكن اسمه نتنياهو، ممكن اسمه شارون، ممكن اسمه دافيد، ممكن مش عارف اسمه. مقره في أبو ظبي، وهو الذي يصدر التعليمات والأوامر لهؤلاء الأذناب، لهؤلاء الهيشر، وهم يجوا يتغولوا في الجزائر ويقول لك الجنرال الفلاني والجنرال الفلاني. في الفيديو هذه تاع لو 2 جانفي 2024 يهمنا في الفيديو هذا الطرف هذا المشروع الخارجي. مقره في أبو ظبي، وهو الذي يصدر التعليمات والأوامر لهؤلاء الأذناب، لهؤلاء الهيشر. درك نروحو نسمعو المنامات تاعنا 4 سنين قبل في 2019 11 سبتمبر. البروجي هذا واش هضرنا عليه؟ لأما المشروع المخطط به ولا المخطط له داروا النظام. من هو هذا النظام؟ النظام ماهوش جزائري، النظام هذا ماهوش جزائري، سي با ان سيستم الجيريان. شوف سي كابا، اذا عندك امبروف باللي هذا بنزديرة هضر الهضره هذه قبلنا 4 سنين قبلنا، عندك امبروف باللي هضر السيستم هذا يتحكموا فيه من الخارج، اذا عندك بروف نزيد نعاود لك. انا بكري كره من ريزو سوسيو، انا ما نزيدش خاص ندور لهنا لا في اليوتيوب لا في التيك توك. هيا اش تدي فيه اذا تجيب بنزديره هضر الهضره هذه قبل المنامات تاعنا. انت سي كابا، هو لي مصلحه من اقسم بالله العلي العظيم ان احترم الدين الاسلامي وامجده، ان احترم الدين هذه نزيدكم كميه انت وجماعه اللي راهي تشوفينا بعين اخرى يقول لك انتم مشيات او ما نعرفش ايه. وكنت يعني في 2019 كي كنا احنا نحاربوا في الناس هذا النظام الخارجي هذا، فهمت؟ وكنت احنا كي كنا نهضروا ونلوحوا الشرة البوار الاول. روح شوفوا لهنا لو 24 اوت 2019، بعد لو 20 اوت القضية تاع القيطونة، هكا قضية تاع القيطونة. كابا نجيك خطرة جاية إن شاء الله تاع القيطونة ونجيبك فرحة تمني إن شاء الله. أسمع، you
الضعيف حبي ذاك القوي والحديد قياس.